بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اخوكم نور الحائم، المعرض غصن الزيتون، ارض الممنوعات ومسرح الاحلام. النهارده بنسلم عربيه سوزوكي فان موديل 2020، فابريكا بره وجوه، بمعنى كلمه فابريكا بره وجوه. بنسلمها النهارده للاستاذ نور اللي مشرفنا من شمال سيناء. حابين بس نعرف رايه في المعامله بتاعت الناس الموجوده داخل المعرض ورايه في العربيه. اول حاجه رايك في العربيه؟ بسم الله ما شاء الله على العربيه، يعني بره وجوه يعني بسم الله ما شاء الله عليها، بره وجوه وسليمه. وجبت ميكانيكي معاك واتفرج عليها وقلبت فيها؟ لا ما فيش حاجه، بسم الله ما شاء الله. اي ملحوظات على العربيه حابب تقولها؟ لا بسم الله ما شاء الله عليها، يعني عجبك يعني ومقتنع بها؟ الحمد لله تمام الحمد لله. المعامله بقى بتاعت الناس الموجوده داخل المعرض؟ المعامله بامان انا اتفرجت يعني كذا مره فيديوهات وكده، بس بامانه لما جيت فعلا وعرفت ان المعامله يعني فوق الخيال. ربنا يبارك لك. امانه يعني محدش اثر معاك في حاجه؟ لا بامانه والله، يعني دفعت واستلمت وانت واقف على الخط؟ اه. محدش اثر معاك في حاجه؟ لا الحمد لله. طب الناس اللي بتتابعنا دلوقتي على النت تحب تقول لهم يعني اللي انت لقيته هنا؟ والله اللي يعني اللي بيفكر يشتري سوزوكي وكده يجي غصن الزيتون بامانه، يعني تمام. في من 2013 لغايه 2022 مظبوط موجوده. تمام أوه. وبسم الله ما شاء الله، يعني حتى ال 2013 يعني حلو، والعجل كله فابريكا بره جوه سليم. ما شاء الله، ده الواحد احتار يعني وهو بيختار يعني. تمام أوه. طب حبايبك بقى واهلك اللي موجودين في شمال سيناء وبيتفرجوا علينا دلوقتي تحب تقول لهم ايه؟ رسالة هنا كده من أرض الممنوعات في الجيزة، تحب تقول لهم إيه؟ اللي عايز يشتري عربية من شمال سينا ونفسه يشتري عربية سوزوكي جديدة وحلوة، اشتريها من غصن الزيتون. تمام يا باشا، دي شهادة كده فوق دماغنا من فوق. ربنا يبارك لك يا باشا. في النهاية بنتمنى من ربنا إن يديك خير وفيك شر إن شاء الله. تمام؟ في رعاية الله. حبيبي. سلام عليكم.